شايف ايه فرص ليفربول للفوز بالدوري بعد التعادل امبارح وخساره الصداره؟ والله انا شايف ان مانشستر سيتي طالما ركب على القمه مش هينزل من عليه خلاص، يعني هتبقى الفرص صعبه جدا. والله هي فرص فوز ليفربول متوقفه على ثباته على الفوز الماتشات اللي جايه وانتظار اي بقى نتيجه لمانشستر سيتي. فوز ان هم يحاولوا يجمعوا النقاط بتاعهم بالفوز، ماشي، اللي هو الكابتن يبدا يحمسهم يحفزهم، فاهم؟ محمد صلاح لازم يعمل اللي عليه زياده شويه. لسه في فرص، اكيد لسه في فرصه، لسه في يعني كلام. السيتي لسه عنده تشيلسي وعنده توتنهام، اكيد في فرصه. عامه هو لسه بدري لان الدوري بتاعهم بيبقى طويل شويه. والله فرصتها بقت صعبه جدا دلوقتي بعد تعادل امبارح، يعني هم كانوا فارق 6 نقط، بعد كده راح كلوب يعني قدام في داهيه. ايه سر سبب تراجع اداء محمد صلاح الفتره الاخيره؟ لا عادي، ما نجوم العالم كلهم بتجيلهم فتره بيبقى بيحصل دروب في المستوى، بس هيرجع تاني. الضغوط اللي عليه، الضغوط من جماهير ليفربول، والضغوط بالنسبه للصحافه العالميه عموما، اللي هو العروض اللي هي اللي جات له من يوفنتوس وبرشلونه وريال مدريد، برضك هو مشتت. والله يعني لسه الفرص متاحه، بس هو محمد صلاح يعني بقى له كام ماتش كده مش مركز في حالته الطبيعيه، في ايه مش عارف. حتى يعني في الماتش امبارح ضيع الفرصه الاخيره اللي كان موجود بيها، طول الماتش كان بيدي لمسات كويسه في اخر دقيقه. المفروض يعني انت راجل هداف وراجل بتلعب في ليفربول، فريق كبير وعارف دنيتك ماشيه ازاي في الفرقه، فلما هم مستواك يهبط يبقى في حاجه. هو محمد صلاح امبارح كان مستواه كويس جدا باستلام وتسليم، بس هو ما عندوش يعني مش موفق زي ماني زي لعيبه كتير في الفريق. محمد صلاح يعني هو لعيب جدا انا بحبه وفخر يعني مصر، بس هو لعبه بقى تقليدي شويه. باسل صلاح، باسل صلاح بس المفروض يغير من نوعه، وكلوب المفروض يغيره، يعني يغير طريقه لعبه. هو ساديو ماني، هو في ناس كتير بتتكلم عليه بطريقه وحشه، مش عارف ده شغله ولا لا، بس تهالي ده بيأثر فيه اكيد يعني، وناس كتير بيجوا عليه يعني. فهو مش وحش محمد صلاح، هو يعني انت في ناس مصريين كتير ما وصلوش اللي هو وسط ولا عارف يوصله. هو راجل بيجتهد، اي نعم انا شايف عنده مش موهبه عاليه جدا، بس هو بيجتهد جدا وده اللي وصله لليفربول. والله انا حاسس ان محمد صلاح محتاج يشوف طرق اخرى للتهديف واللعب غير الاساسيه اللي متعود عليها او اللي كانت بتسبب ليه دايما سكور تهديفي عالي الموسم اللي فات، يعني سواء التسديد من خارج المنطقه، ضربات حره مباشره، او التعامل بالهيد في الضربات الثابته. انا شايف ان دي صلاح بيتعمد الابتعاد عنها. محمد صلاح يا جماعه زي ما هو واحسن من الاول كمان، وانصحه نصيحه يعني مصريه وهو قاعد في اراضي غير بلده، يا ريت اي نادي يحب ياخده كلي في ليفربول احسن، لان هو اول جمهور واول بلد اجنبي يعمل نشيد وطني للاعب مصري.